راف كات اللي قلت لك عليها، ديكا دي 2.2 ل 136. المحرك هذا راهو ماشي 143، السيارة 2008. هذه هنا القرعة اللي يعني عبيتها كما قلت لي. بالنسبة لهذا صافي كي عبيتها سحلي الما راني مسحته. الطوموبيل عندها بخاسك سمانة ما نوتهاش، اليوم 5 ديجري. فوالا دوكاني وحدي، دوكا نحط البورتابل هنايا برك. بعد ما نوضناها الماء حسب ما قاعد يشوف فيها، انا مش قاعد يدور الماء ده، بلاك انت قاعد تشوف فيها عطي بالك ولا لا. هذه الدورة تاع المحرك، لا يكون نورمال. انا فاهمني نديرو الفلاش بنات السخانة راهي ما تسخنش القوي، ما كي يوصل لهنا للنص ويحبس ما يزيدش، ومام حتى هي كي تروفولي الماء من لاسوختي دوك ناتهالك، كي تروفولي الماء من ثم مام حتى باردة دوكا، كون بوسيها مليح حتى تروفولي الماء تخرج الماء من ثم. دوكا كي تعود كيما هكا نخليها مام الدور نص ساعة، الدور ساعة ساعتين في بلاصة واحدة، ما تروفولي الماء ما والو، ما تسخن نورمال. المشكل تاعها كي نمشي بها، كي نمشي بها ونبوسيها مليح تروفولي الماء، تروفولي الماء من لاسوختي هذه. ها من هذه لاسوختي هذه، ها هلا شوف الماء كيفاش راهي فيها. ها هلا شوف القلعة راهي معبية، لأن المرمو عندها هنا الأخر تاعها المرمو، أنا عبيتها أنا باش نشوف الحكاية كيفاش. دوكا عمي مختار نعاود نمشي بها ونزيرها مليح ونشوف كيف نعدل كيف تروفولي الماء. نورمالمون هادي جاية هكا قاعدة تروفولي، ها مي بصح كي عاد معبية القرعة ماشي موالفة دير هكا، تعود مقفول بوشون و تعود مقفول وما ما تخرجش ما تخليها ساعة ساعتين دور ما تخرجش الماء. انا قاعد ديكازي في المال زايد ما نعرف.